السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مسلسلات شوية ريحانة كمان نقدم لكم حرشة في المقلاة، كتجي رائعة جدا ولذيذة كما كتلاحظوا الشكل ديالها في الصور. كيف ديما إلى عجبكم الفيديو بارتاجي وانضمام للقناة ووضع لايك الفيديو. شكرا للمتابعة، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اليوم إن شاء الله كنقدم لكم حرشة اللي سبق لي ونزلتها تقريبا السنة هذه، نزولا عن طلب العديد من الأخوات بإعادة تحضيرها. كما كتلاحظوا كنحتاجو السميدة الرقيقة اللي كتكون هكا حرشة اللون ديالها أصفر، كنحضرو بها البغرير غالبا 250 غرام ديال السميدة الرقيقة. كنحتاجو القليل من الملح، ملح بحسب الذوق، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، كيس من خميرة الحلويات 7 غرام، عندنا سكر سنيدة مقدار 3 ملاعق كبيرة سكر سنيدة، يمكنكم نقصوا السكر عبر بهذه الملعقة. كنحتاجو أيضا مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي اللي هو زيت المائدة، أيضا عبر بهذه الملعقة مقدار 3 ملاعق كبيرة. وعندنا الماء الدافئ تقريبا غادي نحتاجو الكاس ديال العنبة، نقدرو نستعملوه كامل نقدرو منستعملوش كل هدية من المكونات. أول شيء كتكون عندنا السميدة مغربلة من قبل، كنضيفو المكونات كلها، الملح، خميرة الخبز، خميرة الحلويات أيضا اللي هي 7 غرام، سكر سنيدة، الزيت، كنمزج هاد المكونات مع بعض، نلاحظو كمية قليلة كتجي حرشة رائعة جدا لذيذة. سهلة في التحضير. ضروري نتخلط العناصر كلها مع بعض كما كتلاحظوا. نبدأ بإبرة النار، ماء دافئ، تقريبا الحرشة ضروري ما كتبقى عندنا مرفوفة وهي كتشرب. غادي ندير كمية الماء المتبقية، وخا تبان ليكم أنها مرفوفة غادي تشرب، راه نخليها تقريبا 20 دقيقة، 15 حتى 20 دقيقة حتى كنتأكد أنها شربات وسهل عليا أنني نشكلها كريات. هذا هو الخليط اللي كنحصلو عليه بهذا الشكل. كما كتلاحظوا الخليط تماسك، يقدر أننا نشكلو كريات قد ما خليتوه كيكون مزيان. ملاحظتو الشكل ديالو. كنحتاجو السميدة الرقيقة، واحد الغطاء أو إطار دائري، كاين الإطارات المخصصة للحرشة، أنا كنفضل كنستعمل هذا إطار بلاستيكي ديال القنينة، كنشكل كرة من الخليط. كما لاحظتو كنقدرو أننا نشكلوها بكل سهولة، من الأفضل يكونوا بشكل متساوي. كنمرفوها بالسميدة باش تكون عندي بشكل مقاد. كنقلبوها مباشرة وتعطينا شكل متساوي بهذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنتهي. ممكن تخليوها واحد 10 ديال الدقائق، عاد كتسخنو مقلات حتى كتسخن مزيان، كطيبوها من الجهتين. دائما كندوزوها في السميدة، يعني نفس السميدة اللي استعملنا في الخليط. هادي غير باش كتعطينا الشكل كيكون مقاد. كنقلبوها بهذا الشكل وغادي نستمر حتى كنتهي. كنوضع مقلاة كنسخنها مزيان، وغادي نبدا كنوضع الحرشات ديالي بعد ما ارتاحو. حنا نبسطهم شويه، كما لاحظتو كنقدرو نهزوهم بكل سهولة.
كيتحملوا نقلبهم للجهة الأخرى، نحسوا أنهم تماسكوا كنقلبهم للجهة الأخرى. كما لاحظتوا كيبداو كيتغير اللون ديالهم، كتجي رائعة جدا. كنستمر في التحريك ديالها حتى كتنضج وكتحمر من الجهتين، ما كتاخدش لينا الوقت بزاف، كتجي رائعة ولذيذة بزاف. كترافقوها بالجبن او الزبدة او العسل، لكم حرية الاختيار. هذا هو الشكل ديالها النهائي. شكرا للمتابعة.